صراحة أنا حاسة إنه في شيء مهم صار لنامق بعد الانتخابات، وهذا الشيء كتير حلو، لازم من الأول. مبروك يا أخي نامق. شكرا يا أختي. جد أنتوا لابقين لبعضكم يا إيديل، مبروك، بتمنى لكم السعادة. وأنا بهنيكم كتير، ألف مبروك. ألف مبروك. أنا بتشكركم كتير. شفتك أنت عن طاولة السفرة فجأة، خفت عليكي، قلت لأجي اطمن عنك. صدقيني أنا تفاجأت باللي صار يا يتار، ومقدرة هذا الزعل عندك. أنت مالك فهمانة شي بالمرة إيديل، طايرة من الفرح لأنه نامق عرض عليك الزواج وإجيتي لعندي لهون بس لحتى تضايقيني وتزعجيني. بس في شي تاني ما عم تشوفيه. وشو هو؟ آخ من قلب النسوان، بس صارت القصة فيها حب وزواج منصير فورا عميان، عيوننا ما بقى تشوف. فهميني عم تحكي عن شو؟ كأنه ما انتبهتي إنه العرض له علاقة بحكي الصحف والمجلات؟ ولا مو حابة تشوفي هالشي؟ تمام، يعني فيك تفكري بهاي الطريقة بتخليكي ترتاحي. كنت شوف فيكي مرة ذكية كتير. قوليلي، عرض عليكي هذا العرض المفاجئ بالزواج بعد ما عرف نامق إنك حامل؟ ما بظن هالشي. ما فكرتي ليش استنى كل هالوقت؟ ليش هلأ لقرر؟ وخصوصاً بهالمشاكل اللي عنا، ونامق قبل هلأ تحجج بمشاكل العيلة كسبب لهذا الشيء، وهلأ هيك مباشرة بعد ما انسحب من انتخابات تعب عليها سنين، لأنه بهالوقت كل الناس والصحافة برا رح تدور عن السبب، لأنه هو هلأ لا الحب، وسكرتيرة اختارت إنه هو يبتعد عن كل الأعمال وانسحب مشان الحب. لهيك هي هي تماماً حكاية الصحف اللي بتهم الناس وبيلتهوا فيها، هيك ما حدا بيدور على سبب انسحابه. زكي، أنا عم ازعل عليكي لأنه دائماً بيستغلك بهالطريقة، وكل مرة انتي بتصدقي كل شي عم يقلك ياه وبتعملي مثل ما بيريد بدون ما تحسي. أنا عم حذرك بس لأنه نحن رفقات، بس لازم قلك هالشي لأنه هيك الرفقة بتحكم. قلتي رفقة؟ عن جد هالشي صار بضحك كتير. بتصدقي أو ما بتصدقي الأمر بخصك، بس لعلمك كل ما صدقتي نامق أكتر رح تنهاري أكتر. يعني مثل ما صار معك؟ تمام، خلينا نقول هيك، فينا نقول هادي اللي بده يصير. خلينا لكن بما أنه عم نحكي كرفقات وأنا عم حذرك كمان مثل الرفقات، حاولي ما تتزاكي وبفضل ما تلعبي معي، وإلا بتلاقي حالك قدام الباب بدون ما تعرفي حتى السبب. فعلاً. كيف أنتي بتعملي هيك؟ اسمعي، أنتي عطيتي نامق بهالفترة ابن أخت، على الأقل هيك بيعرف الكل، بس أنا يلي رح أولد ابنه قريباً جداً كمان، ابنه للواحد أهم من أي شيء.
لهيك إذا اضطر نامق إنه يختار وحدة من بيناتنا شي يوم من الأيام، برأيك مين بيختار؟ أنت مثلاً؟ ولا أنا يلي رح أولد ابنه قدام العالم كله؟ برأيي لا تضايقيني بعد اليوم. عن جد أنت مسكينة، شايفتك متعلقة بهالقصة كتير. لا تعملي هيك، وإلا أنت رح تخسري. أنا بعرف نامق أكتر منك، لازم تفهمي هالموضوع. رح يقلك يلا تعي يا إيديل نعمل حفلة خطبة كبيرة، لأنه الخطبة هيك بتحكي عنا كل الصحف. الأفضل إنك تبدي بالتحضيرات، بس بدك لا تنسي إنه هالشي كلياته كذب، ومع الأيام رح يبين كل شي، هلأ أو بعدين. إيه صح، صح فعلاً، بالأخير رح تبين كل الكذبات والأسرار، كل شي. عكل حاله مثل ما قلتلك، إذا أنت مرتاحة هيك أنا ما عندي أي مشكلة بهالحكي، لهيك فكري مثل ما بدك.